هلا وغلا. تغطيتنا لصيف ألعاب 2021 بدأت، وأول شيء نسويه هو أن نقول لكم إيش أكثر إعلانات اللي نتمنى ومتحمسين نشوفها في صيف ألعاب 2021، يعني شامل كل الإيفنتات اللي راح تصير ونشوفها. وقبل ما نبدأ لا تنسون تزر لايك واشترك في القناة. معك فهد الشيحة، والحين خلونا نبدأ. أول إعلان متحمسين نشوفه هو الإعلان عن أول جهاز ألعاب محمول رسمي بنظام ستيم من شركة فالف، لأن في شائعات تقول أنها تنوي تدخل السوق بجهاز محمول اسمه ستيم بال، وأيضا يعرف باسم المؤقت في مرحلة تطوير نبتون، إضافة إلى أن ظهرت أداة التحكم بالكود المصدري لمتجر ستيم ومع اسم الجهاز أيضا وبعض المواصفات وحتى واجهة المستخدم. وإعلان ثاني متحمسين له هو الإعلان عن جهاز نينتندو سويتش برو، واللي بيكون مطور عن الجهاز الأصلي بحيث بيكون قادر على تشغيل ألعاب حتى 4K باستخدام تقنية الـ DLSS الخاصة بانفيديا. وإذا صدقت الشائعات فمعناتها أنه راح يكون أول جهاز منزلي يكون فيه الخاصية هذه. طبعاً غير أنه قالوا أن الشاشة بتكون OLED والبطارية تكون أكبر بكثير من اللي قبل، ونتمنى أنه يكون قادر على تشغيل ألعاب السابقة على دقة 4K وأداء 60 إطار. ننتظر ونشوف. والإعلان عن لعبة God of War Ragnarok، نبي نشوف عرض التريلر له يستعرض الرسوم والبيئة، وأيضاً نبغى نشوف الجيم بلاي وحتى القصة إيش بتصير وكل شيء يتعلق فيها، لأن كل اللي شفناه هو اسم اللعبة وشعارها فقط. وأهم شيء أيضاً نشوف تاريخ الإصدار الحقيقي له، لأن 2021 نشك كثير أنه راح تنزل هذه السنة. وإعلان ثاني متحمسين له هو لعبة هيلو إنفينيت، واللي استعرضوا الجيم بلاي لها قبل لكن للأسف ما كانت قد التوقعات، ووعدونا بعدها أنهم راح يتم العمل أكثر على اللعبة وصقلها عشان تظهر بالشكل اللي الناس تتوقعه، وأكيد بنشوف هذا الشيء في حدث مايكروسوفت الرقمي الخاص فيها واللي تم إعلان عنه، لأن هذا وقته وفرصتهم أن يكسبون ثقة الجمهور فيهم مرة ثانية. وإعلان متحمسين له أيضا هو إعلان Resident Evil 4 Remake، لأن كابكوم صرحت رسميا أنهم جالسين يطورونها بعد نجاح ريميك الجزء الثاني والثالث، وفي إشاعات تقول أنه راح يكون فيه منظور أول ومنظور ثالث ويعطي اللاعب الخيار أنه يبدل بينهم. وأيضا قالوا أن احتمال كبير يكون في عالم مفتوح واستكشاف، ويضيفون حاجات كثيرة جديدة مثل منطقة جديدة وزعيم جديد مثل ما سووا في ريميك الجزء الأول. إعلان متحمسين له أيضا هو استعراض الجيم بلاي للعبة فيبل المشهورة، خصوصا بعد إلغاء لعبة فيبل ليجندز اللي غيرت الأسلوب المعتاد في الأجزاء السابقة، لأنهم كانوا ألعاب أكشن أر بي جي في الثلاثية السابقة، أما فيبل ليجندز صارت لعبة 4-1، يعني لعبة جماعية، والمتوقع أن اللعبة الجديدة تعيد إحياء السلسلة من جديد وتكون نفس أسلوب الثلاثية السابقة، يعني أكشن أر بي جي. نتمنى نشوف لها جيم بلاي وتاريخ إصدار لها أيضا. إعلان أيضا متحمسين له هو استعراض الجيم بلاي وتاريخ صدور اللعبة المنتظرة Legend of Zelda Breath of the Wild 2، طبعا الاسم هذا مؤقت اتوقع لانه بيتغير بعدين، وكل شفناه عرض واحد لها فقط. نتمنى نشوف الرسوم والاداء فيها، خصوصا ان في احتمالية كبيرة تصدر لجهاز النينتندو سويتش برو، والغريب في الامر ان ما في اي اشاعات او تسريبات عنها، فقط احتمالية كبيرة صدورها في موسم عياد 2021. نتمنى نشوف لها جيم بلاي على الاقل. ايضا عالم متحمسين له هو لعبة سينوا ساغا هيلبليد 2. كل اللي شفناه عن اللعبة هو عرض مبهر جدا من داخل رسوم اللعبة والمحرك فيها، لكن ما شفنا جيم بلاي ولا شفنا القصة ولا شفنا اي شيء ثاني، عشان كذا نتأمل اننا نشوف اقل شيء جيم بلاي، خصوصا بعد نجاح الجزء الاول لها. وقالوا ان اللعبة راح تعمل على محرك ريل انجن 5 الجديد، واللي بيستعرض قوة الاكس بوكس سيريس اكس. نتمنى نشوف تاريخ الاصدار لها ايضا. وايضا اعلان متحمسين له هو اعلان عن جيم بلاي لعبه بيرفكت دارك الجديده من استوديو ذا انيشيتيف، واللي يضم مطورين سابقين من شركات ضخمه متنوعه، ومتوقع ان الاصدار راح يكون ضخم ايضا. بيرفكت دارك كانت لعبه تصويب منظور اول من تطوير استوديو رير العريق، وكانت حصريه فقط لجهاز نينتندو 64، وبعدها استحوذت مايكروسوفت على فريق رير واصدروا لعبه بيرفكت دارك زيرو حصريا لجهاز الاكس بوكس 360، والآن ترجع لنا السلسلة من جديد بجزء جديد ومطور جديد حصريا لأجهزة اكس بوكس الجيل الجديد. نتمنى نشوف جيم بلاي لها وأيضا موعد الإصدار أيضا.
وايضا اعلان متحمسين لها هو اعلان عن لعبه فان فانسي الجديده اللي الشائعات قالت انها راح تطلع واللي تكون حصريه لجهاز بلاي ستيشن 5 ومن تطوير تيم نينجا الفريق خلف سلسله العاب نيو. والشائعات تقول انه بيكون لعبها قريب من العاب السولز وايضا من العاب نيو، فنتوقع ان نشوف لها جيم بلاي على الاقل او اعلان لها ويمكن بعد تاريخ الاصدار فيها. واخر اعلان متحمسين له هو الكشف عن جيم بلاي إلدن رينج واللي ما شفنا منه غير عرض سي جي، ومتحمسين نشوف جيم بلاي لها خصوصا انها لعبه من مخرج العاب السولز الشهير ميازاكي بالتعاون مع الكاتب الشهير جورج ار ار مارتن واللي اشتهر بروايات سلسله جيم اوف ثرونز. متحمسين نشوف كيف نظرته بتكون في بناء هذا العالم وايضا ابداع ميازاكي فيها. كل عرفه انها بتكون اكبر من العاب السولز القديمه وفيها عالم مفتوح شاسع. وهذه كانت اهم الاعلانات اللي متحمسين نشوفها في صيف العاب 2021. وانتم بعد اكتبوا تحت بالتعليقات ايش الاشياء اللي متحمسين تشوفونها ايضا، ولا تنسون لا تفوتكم تغطيتنا الرهيبه لهذا الحدث او خلينا نقول احداث، لأن خلاص الحين تجمعت كلهم صاروا أكثر من حدث يصير نفس الوقت. عشان كذا سمينا صيف ألعاب 2021 وترو جيمينج راح تغطي كل شيء فيها عن طريق اليوتيوب وأيضا عن طريق تويتر. تابعونا ولا تنسون. يعطيك العافية على المتابعة ومع السلامة.